just a few decades ago. So every category of life and religion, they excelled above us. And that you can't look down at them in any way or form. In fact, anybody who speaks ill about the Sahaba and the Tabi'un and the Tabi'u Tabi'in, tell them, what did he do for Islam? Show me. Because on the Day of Judgment is what you can produce in terms of good deeds that will have any weight with Allah subhanahu wa ta'ala. How can we reach these levels of these people, mighty people? When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, خَيْرُ النَّاسِ, it is not possible that there will be any other generation that can be better than them in any category of life or religion. But we can't feel desperate because Allah subhanahu wa ta'ala has opened the door for us who came later to be with these people, to be among them, بإذن الله عز وجل, to reach their levels by intending in our hearts to imitate them, to follow the way they followed in the religion so that Allah subhanahu wa ta'ala might elevate us to their group. And anyway, as the hadith goes, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, anyone who imitates the people is one of them. هذا الحديث وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. عند ذكرنا أمس أن الأمة قد انقسمت إلى هذه الفرق الكثيرة معبي الأرض. ما شاء الله, كل واحد فيهم, كل حزب بما لديهم فرحون حاليم كيف على هذه الأحزاب الكثيرة. من تشبه بهذول الأحزاب كيف يأمل أن يكون مع الصحابة؟ لأن الصحابة حزبهم واضح, طريقتهم واضحة. وقد قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم, ما أنا عليه وأصحابي اليوم حتى يحدد لنا أنه هو الذي يريد أن يذهب إلى الجنة يكون مثلي مثل أصحابي اليوم. لأنه بعد موته صار في اختلافات, في زمانه ما كان في اختلافات. فقال يعني في عزه, زي ما بقوله في العز, ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فمن تشبه بقوم فهو منهم. الآن الواحد ينظر في الناس كل هذه اللي تموج في العالم وكذا, مين من هؤلاء يدعو إلى طريقة السلف الصالح؟ هذول أصحابي. البقية ما يعجبوني. ليش؟ لأنه كل واحد منهم كان يحمل لافتة يقول نحن فرقة كذا من 73 إلى النار. ما يحتاج. هذه الفرق التي تكفر الصحابة, يعني كيف ربنا يضعهم في يعني في الجنة مع الصحابة؟ الفرق اللي تكفر الصحابة. الحجاج معروف أنه كان من كما كان ابن تيمية رحمه الله يصفه فيقول الظالم المشكور. لكن الحجاج كان شديدا على أهل البدع جدا. فمرة كان في المسجد وقف واحد وقال له أعطيني أيها الأمير فإني قتلت حسينا, قد شارك في قتل حسين. شوف الحجاج قال له اجلس, فوالله لا يجمعكم الله في مكان واحد أبدا. حتى الحجاج يعرف أنه أنت قتلت حسين. الآن أنا لسه جاي الحمد لله من الدول العربية الأسبوع الماضي. الفضائيات هذه بلغت يمكن 1800 محطة, فيها عشرات المحطات ليل نهار تصب الصحابة, ليل نهار ليل نهار. والأساتذة هذول اللي عندهم هذا الأساتذة يتعامل هذا كل الأساتذة مش عارف مش عارف إيه عشان الفلوس داخل بيشتم فيك بكفرك وبكفر دينك وبكفر عائشة وقول عائشة زانية الصحابة شغالين ليل نهار. شباب المسلمين ما شاء الله عز وجل يعني تلاقي هنا هذا المخ ما ادري شو موجود فيه, فراغ كبير. ها روح يدخل كل هذا الكلام, تطلع في المسجد تتكلم, مين هذا عمر؟ مين هذا عمر؟ مين انت؟ مين هذا عمر؟ من انت؟ تكفير الصحابه هذا يعني كيف لا يخرج الانسان من المله؟ ما ادري. صحيح احنا مشايخنا الكبار مثل الشيخ الالباني رحمه الله كان يقول يعني علماءهم الامر واضح اتفاق, لكن العوام وجدنا العوام والله اشنع من العلماء. في حدا يؤمن بهذا الزمان بهذه الخرابيط؟ في مسجد في العراق بعد ان جاءوا خربوا الدنيا وافسدوا الناس ومسكوا لها الطائفه هذه, يكون العتبه تحت المسجد اللي على قبر ما يعرفوا مين في القبر, يمكن يكون
زمان في اثنين كانوا في الصحراء في قرب قرية ما مش شغالين معهم فلوس، قالوا كيف نطلع فلوس؟ فقالوا خلينا نذبح حمار وندفنه هنا ونقول هذا ولي الله فلان. فصار الناس تيجي هذا ولي الله فلان. ففي آخر النهار متقاسموا الفلوس، فواحد أخذ أكثر من الثاني، قال له ما يصير نص نص. قال له والولي فلان أنا أعطيتك بالضبط نص. قال ما احنا دفناه مع بعض. حمار قد ما تعرف مين المقبور، بينبطح قبل 100 ياردة ينبطح على بطنه ويصير بيسبح على التراب، ما أدري كيف يوصل إليه، يسبح ويلطم في نفسه. أي دين هذا الذي يكفر الصحابة؟ أنا أردت أن أقول هذا لأن هذه الفتنة الآن عظيمة جدا 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 بين الشباب المسلمين، أن يسمعوا لهذه الفضائيات التي تنسف الإسلام نسفا تاما كاملا شاملا. وواجبنا أن ندافع عن ديننا وعن صحابتنا وعن أمنا عائشة وعن أمهات المؤمنين. وإن شاء الله تعالى نتكلم في هذا الموضوع كثيرا ما دمت هنا، ولن نقصر في ذلك بإذن الله. I just came, as you know, last week from the Arab world. I counted that the satellite stations have reached more than 1,800 so far. Actually, maybe more than 2,000. Many dozens of them on a daily basis, 24 hours a day, denouncing the Sahaba, talking about the Sahaba, saying the Sahaba were kuffar, denouncing Abu Bakr and Umar. And they have special viciousness against Aisha radiallahu anha. They say Aisha made zina after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. She married somebody after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam died. Ali ibn Abi Talib was going to flog her, stone her to death. And Aisha this and Aisha that, and Abu Bakr this and Abu Umar that. And Uthman, of course, they all agree on him being a kafir. I explained as-salaf as-salih, their status. Everything we have that's called Islam came through them. How can you consider the people who gave you the Quran being disbelievers? Under what stupid understanding people have? As Abu Ibn Taymiyyah rahimahullah said, if you ask the Jews who are the best members of your ummah, they say the companions of Musa. And if you ask the Christians, who are the best members of your ummah, they say the disciples of Isa. And if you ask al-Rafidah, who are the worst among your ummah, they say the companions of Musa. I have a few books about these people, as you know, told many of you last year. After I wrote a few articles and produced a book about the Rafida, they hacked my website and still did. I tried with so many brothers to bring it back, and every time something happens, still did. But I don't care. I have all these articles. I can put them everywhere. Alhamdulillah, I started putting them on my Facebook. And many people were reacting, ah, you're talking about, you know, these people, we should unite. Should unite on what? I'm not going to unite with anybody at the price of Aisha being a Zaniya. Is that going to happen? No. These are my enemies. You can't unite with your enemies to fight the Jews with these people stabbing you on the back. So you have to understand, brothers, what's going on around us. It's not only the Khawarij, and we talk about the Khawarij plenty, inshallah. That's my job. These are the books I work on, and I'm going to say them regardless. What happens, it doesn't matter. We have to explain things to our youth. So many youth also are fascinated with this religion now that's starting to show its ugly face to the full extent. In the book I have, and I'm hoping inshallah soon I'll have the funds to print it, we talk about, to them the Quran was corrupted by Abu Bakr and Umar. So no Quran. Don't even talk about the Sunnah. There is no Sunnah, period. You don't have it. The Sahaba became kuffar. Ummahat al-Mu'mineen are the worst women of all time. Allah forgets and repents some of his decision. And Allah's attributes are all dead. There's nothing. Allah can't do anything, can't hear anything, can't speak. By the way, this is, I just put a few days ago before I came, I heard that somebody here
started saying that there is a difference of opinion if Allah speaks about his kalam. And I said, usually when people have like this, talking to them scientifically is useless. So I said, such and such people, they talk and talk and talk and talk and talk and take thousands of dollars for an hour to talk until boredom commits suicide out of boredom while they're talking, but Allah can't talk. You see how? This is how they describe Allah. So you can speak, but Allah can't? Is this how you think of Allah subhanahu wa ta'ala, that you are able to do this thing, but Allah can't? So, going back to the subject of the Sahaba of Salaf al-Salih. Salaf al-Salih are your honor. They are your might. They are your ancestors. You are an Arab or not Arab doesn't make any difference. They are your ancestors. They are your people. They are the ones who brought you the religion. They are your fathers, your uncles. The mothers of the believers are the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And it is our mission to stick to them, even in the ascribing ourselves to them. I say, yes, I am a Salafi. You like it, you don't like it. Who cares? I ascribe to these people because they are the ones who Allah subhanahu wa ta'ala announced in the Quran that He is pleased with them. He's pleased with them for what they did. Who am I but to be a follower of them? So again, the hadith, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. This hadith, anyone who imitates a people is one of them, is exactly applies to us now. With all these sects around us, you have a Salaf al-Salih, stick to them all the time. And with all the religions that are on earth, our religion is the best. And Allah subhanahu wa ta'ala will, inshallah, gather us in the group of the Sahaba and the mothers of the believers and the companions, male and female, al-tabi'in, tabi'in, if we intend sincerely to follow the rules. In the end, this life, all that you see, is temporary. It's going to fade away, and it's going to go away soon. Billions of people died before us, and our turn is going to come. Everyone who is born to this life, he has an expiration date that is announced at the time of conception, 4 months after. You see? So, it's all temporary, and everybody will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And then one will find Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam with Abu Bakr and Umar and the Sahaba. You're not gonna separate them from each other. And the only hope you have is that you will be with them. And this is how it starts in this life. This is why I wanted to start with the topic of Salaf al-Salih. Yesterday it was a different tone, today it is a different tone, but they together, inshallah, will give you a very good idea who as Salaf al-Salih are, and the mannerism, their value, their successes, and everything that they had to do in our religion. Wallah, there is no ummah on the face of the earth as best as we are in this generation. So, let's make it our manhaj, our way, our methodology to be followers of Salaf al-Salih, kullu qawli hadha wa astaghfirullah. سؤال ما في سؤال بس تفضل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كما ذكر بارك الله فيك في حديثك يعني الفضائيات يعني في العالم العربي وللأسف الشديد أيضا العالم الإسلامي من يروج وأيضا يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين مسؤولية من الحكام الرؤساء الملوك يعني من العرب وغيرهم أو الأئمة أو العوام. كانت المسألة بس بصوت الحكام كان سهل البلاء عام عند الجميع لأنه ما في حاكم يجي لك على البيت وحط مسدس في راسك ويقول لك لازم تشوف الفضائيات. الفضائيات هذه انتشرت من الشعوب العامة هذه اللي تجري وراء الطبل والزمر. أنا مخصوص جبت هذا ساتلايت بنشوف مكة بشوف شعرتي طبعا السي ان ان والبي بي سي أنا بألف كتب بحب أتابع شو بيجري هنا.
كل 100 محطة 99 طابلوا زمن طابلوا زمن طابلوا زمن طابلوا زمن طابلوا زمن. يعني الحكام أجوا وقالوا للناس غصب عنك لا تسمع موسيقى. في واحد دخل على بيت واحد من الحكام قال له سمعت أم كلثوم اليوم ولا حطك في سجن ما بتصير. فالبلاء عام. الحكام رأس الأمر ومسؤوليتهم أكبر من مسؤولية غيرهم، لكن الشعوب هي التي رضيت بهذا. فإذا نسينا هذا شوف الآن خوارج العصر على طريقة خوارج زمان، حكام الحكام حكام الحكام، يعني الشعوب ما شاء الله عليها قائمة بالإيمان والإسلام والأمور كلها ضابطة، بس بقى علينا الحكام. هم الفتن كل هذه تجري من الشعوب هذه، وربنا يسلط عليهم أشكالهم. فتجد أنه أحياناً حتى الحاكم ما يعمر بهذه البلاوي انتشرت. على كل حال البلاء منتشر بين الحكام والشعوب، ما نفرد الحكام وحدهم. وهذه المفاسد وهذه الفضائيات لم تكن لتنتشر لولا أن لها سامعاً. تعرف أن المحطة تكلف حتى تشتريها 750 ألف دولار، هذا بس تدفع لهم سعر أنك تشترك في المحطة، لا تحجز محطة وكل سنة تدفع على حسب الشعبية. إن كان ما شاء الله بتحط أحسن المغنيات والمطبلات والمزمرات وإلى آخره تلاقي شعبيتك محترمة تماما، يقول لك ادفع مليونين. وإن كانت مسكين الآيات والأحاديث والمحطة المعيقلي هذا برضه سكروه. ما شعبيتها طبعا لها شعبية. احنا لا نريد أن نبالغ لأن الخير لا يزال في أمة محمد كثير جدا جدا جدا، لكن البلاء والشر قد عم الوطن. The brother is asking, I spoke about these satellite stations in the hundreds. And it's not only the Rafida. You know, like I said, just before I came aboard that machine, I have the satellite dish at home because I watch Quran, watch Saudi channels from Mecca, from Medina. I also watch news because I author books. I need to know what's going on around us. And then I tried to see, well, let's look at the stations that we have. I said 1,800, actually they're more than 2,500 now. I just remembered it, more than 2,500. So every 99 stations, you find one that there is no music and it's not necessarily Quran. 99 dancing, music, dancing. What's wrong with the Ummah? So it's not the fault of the rulers alone that this happened. Like I said to the brother, I haven't seen a ruler come to somebody's house and tell him you either listen to music or I'll shoot you. They're the ones who are doing it. They have popularity because the people like it. It's not about the rulers. Of course, the rulers don't think that the responsibility is not big. Allah subhanahu wa ta'ala, it is big. Allah will ask the ruler about everybody who is his subject. Everybody. And they have to answer to that with Allah subhanahu wa ta'ala. But the ummah has a lot of corruption in it too. And this is why you see the ideas about the Sahaba spread like the, against them. The Khawarij, their ideas, they just, I mean, some people, yesterday they are queers, and today they make jihad overnight. It doesn't happen in any other religion. There's no way that somebody today is a queer, tomorrow he becomes a big, and he knows who's a Muslim and who's not Muslim. Wallahi akhi, if this guy started receiving hashish at the time of birth until today, maybe he will have a better way to conduct his religion. But that's the topic to come. It's not about it today. Don't ask me about it today, inshallah. By the way, the second edition of the Jihad book, I'm working on it, and I'm going to add to it many of these new things that happened, inshallah, subhanahu wa ta'ala. This book I authored after 9/11, in 300 pages, from 180 different sources about the rulings of warfare in the Old Testament, New Testament, and the Quran and Sunnah. Holy Wars, Jihad, Crusades, Jihad. Inshallah, it's coming. We'll mention a lot of these topics. But today, about the Sahaba in specific. When I grew up in Kuwait, the government there was very strict with the Rafida. I remember they were not allowed to go out in processions.
or to make public hasaniyat where they go there and gather and weep and beat up on themselves or whatever. It wasn't allowed. They could do it at home, but it wasn't public. I go to Kuwait after an absence of many years, and it was during Muharram. And I hear the people from the minbars shouting and screaming the religion and denouncing the Sahaba. So the Ummah itself has all this corruption in it. Don't single out the rulers, even though the rulers have a bigger responsibility. And let me tell you something, that Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma once was sitting with some people, and every ayah there is a criticism. They say, oh, this is about the Jews, this is about the Christians. He said, mashallah, you're going to have a nice life if every criticism in the Quran is about the Christians and Jews, not about you. Because Allah subhanahu wa ta'ala, when he mentions criticism of the Jews, for what reason? So that we don't do what they did, right? What's the benefit of a story of people did that unless it is a warning for me? But the corruption that happened with the Jews and the Christians happened with us. And the hadith we mentioned yesterday about dividing the Ummah dividing into 73 groups, we have more deviant groups than the Christians have and than the Jews have. In this country, when I came, I lived in Europe before, but here it's more apparent. There are so many different denominations of the Christians, and they're not the same. They might actually call each other kafir. They're not. So you come to this is the church of the other day saints, this Christian church of this, that their divisions are very apparent. And some people used to say, oh, look at the Christians, look at these churches, all kinds of religion. I said, well, we have more sense. We do have, it's our doing. And the ayah in the Quran, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. سؤال؟ مش عن الجهاد. تفضل. أنا أدور عليك يا الله. أنا اليوم مكسور الجناح يا شيخ. والله يقول لا اليوم منعتك من السؤال. اليوم لأمس سببت أشتي أسألك علشان بحيث إني أكون صافي إذا أنا غلطان أو في شيء أو إنك زعلان مني شيء. أنا زعلان منك؟ لأنك أمس أخرت سؤالي فكانت حزنت في نفسي. لا حبيت أفتح المجال. السؤال يخص والفائدة عم يا شيخ. صحيح بس إذا كان هو يسأل أم أنا فالفائدة لمن؟ أحسنت عشان نعطي كل واحد فرصة الكفاية بعدين إذا ما سألوش رجعت لك أنا صح؟ واليوم العصر طبعا حرضي شوف ورجعكني من الباقة الكليفات أنا حرضي وأنا على الباب أنا كنت سرع أقول لك لا حاجة أنا حرضي اليوم حاطيك سؤالين تفضل حاطيك سؤالين يلا بالنسبة لأخو محمد سؤال بالنسبة لمن المسؤول أنا عندي حديث يقول لك كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته وكلكم مسؤول عن رعيته نعم فأنا كنت عايشة شيخ في الخليج زمان في التسعينات في السعودية وكان الدش هذا ممنوع من بيت لا يدخل من قبل الجمارك من قبل أي مصلحة فكانت كل البيوت خالية من هذه الشبهات كاملة فبمعنى كلام المسؤول الأول والأخير هو الحاكم لا المسؤول الأول مش المسؤول الأخير لأن هو من الذي أتى به ومن الذي سمح للجمارك ومن للرقابة كانت هيئة الأمر المعروف في السعودية إذا شافت في السطح ديش ولا شيء نزلوا يأخذوا يا شيخ يكسروه ويعاقبوا كمان صاحب البيت خلاص هذا سؤالك الأول وأنا أعطيك سؤال ثاني عشان ما تزعلش ما حكم المتفرج لهذه القنوات وما حكم المتفرج اليوم أو أمس مفتي السعودية جزاه الله خير كما قال كثيرا قال هذه الحفلات الموسيقية والغناء كلها حرام ما تغيرت الفتوى تاعت العلماء لكن أهل السياسة يغلبون العلماء فهم يفتحوا الباب والناس تنطلق فيها عرفت علي؟ لعلك انت تعرف اخي الكريم لو كانت الامه ترفض هذا الشيء كان ما انتشر لكن تروح انت على الدش تتخيل ناس مش قادرين يدفعوا فاتوره الكهنه الله والدش كده صحن تقدر في 50 وجبه برياني كده ما شاء الله تعالى فاتح على السماء وعلى النقطه اللي هي بتجيب الناس هي اللي تعمل هذا فمسؤوليه الحاكم مسؤوليه اكبر من مسؤوليه غيره
لكن الأمة هي التي أخذت الكرة وجرت فيها في الملعب. The brother again is asking about the responsibility of the rulers. Of course, they have a bigger responsibility. We can't be kind to them about this. They have a bigger responsibility. The brother is talking about Saudi and other areas. Before, they didn't even allow dishes. Now everybody has a dish. Go to some buildings in the Arab world, from the poorest country and the Muslim world, poorest country to the richest, the dishes are everywhere. So people who say, oh, I don't have money to pay my rent, but there's a dish there, and it costs some good money. So, yes, the rulers allowed the corruption, but the people are the ones who expanded it. I'll give you an indication. If the people refused these satellite dishes, you're not going to find 2,500 of them running 24 hours a day. And the only ones that were closed, by the way, in the past few years, some stations for people of Sunnah, teaching Sunnah. شو اسمه المعتلي هذا المقرئ؟ ماهر المعتلي ما شاء الله. Many people feel خشوع listening to this Sheikh Maher Al-Maqli. His recitation is really nice. It's like coming from his heart. They closed it. But the other ones, so what I'm saying is, the rulers, their responsibility is clear, but the Ummah is the one who took the ball from them and started running in every direction. So we shouldn't just blame others. I'm not talking about the brother here, but Muslims have become professional blamers. Everything that happens is because of you. My problem is because of you, and you, and you. What about me? You see, what about here? What happened here to make the Ummah accept about 200 to 300 stations that denounce the Sahaba every single day? What happened in the Ummah? Why are they popular? Allahu musta'an. خلاص سؤال تفضل سؤال اخر موضوع ثاني ما حكم يا شيخ رفع اليد بعد الدعاء في صلاه الجمعه عندما يدعي الامام وما تجد رفع اليد انا حاطيك السؤال بس يعني مش موضوع بس حاول احنا نسال الموضوع بس اجاوب حتى تطلع اليوم فرحان نعم يا شيخ لان ما نحفظها ليوم اخر فعندما تاتي نريد الاجوبه تعم والرسول قال اطلب العلم من المهد الى الله اي بمعنى ان الانسان مهما بلغ من العلم ان العلم ما زال هذا الحديث ما يصح بس جزاك الله خير لكن احاول يعني عشان الموضوع طيب لا باس السؤال عن رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة. أنتم إخواني معايا كذا ولا نمي؟ أنا معك. الحمد لله، يعني على الأقل خمسة نفار صاحبين. إحنا بنعرف في خطبة الجمعة شو المفروض نسوي؟ نسوي تكس نقول له هذا ولا تقعد نطلع هناك ننام شوية نصحى وبعدين ولا إيش المفروض نسوي في خطبة الجمعة؟ نقول بالإنجليزي زبد تقعد ساكت ما تعمل حاجه لا تقول امين ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عالية حتى لو ذكر النبي المفروض ما تتكلمش هذا كله هنا لانه في الخطبه ايش المقصود فيها؟ انه في رجل واقف هناك والمنبر عالي وبدات مو قاعد بنزل على راسه بتعب هو قاعد بصيح هناك مش عشان احنا نقعد انا قبل ما اجي شيخ بيفتي فتوى الناس وشيخ رجل فاضل صاحب علم والله احبه يقول يجوز تعمل تكسين في خطبه الجمعه. يعني قبل اسبوع كله التكسين شغال معي الواحد حتى هو نايم يتكلم كيف يسوي تكسين بس اجت على هذه فالمفروض حان موعد واحد يرتب المفروض اخواني الكرام في خطبه الجمعه الواحد ما يتكلم ما يعمل اي شيء ينتبه اذا ما يقال فالامام حرام الامام يرفع يديه في خطبه الجمعه بالدعاء حرام اي بدعه وقد ورد في هذا احاديث عن ابي سعيد الخدري قبح الله هاتين اليدين ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعهما الا في الاستسقاء
فيحاول يحرم على الإمام يرفع يديه في الخطبة في الدعاء، وإذا دعا ما تقول حاجة. والمؤتمين يا شيخ ما بقول إذا دعا ما تقول حاجة ولا ترفع يديه، ما ترفع. بعد كمل شوية بعد الصلاة.